الحين بدينا ما بدينا بنبدا وصفتنا الصحيه اليوم. بدينا بالحديث. احنا دائما موضوع السؤال انه شو بدنا نعمل للاولاد اليوم او شو الوصفه المناسبه للعائله، وخاصه لما بيكون عندك عائله كبيره فصعب احيانا انك تعملي شيء صحي وبنفس الوقت لذيذ وبنفس الوقت فيه طعم تحتاري. وكمان بيكون مختلف، يعني بنحتار بين وصفات اليخنات وصفات الرز. اليوم حنعمل وصفه ايطاليه بس بدون الباستا، وحنعمل الوصفه هي بتلائم يمكن كل الاعمار وبنفس الوقت فيها طعم. وبداية حنبدأ اليوم ببعيد عن اللحوم، حنستعمل الدجاج. فيمكن بكتير من الوصفات بستعمل صدور الدجاج المفرومة، بتطلع كتير طيبة بالأكل. حلو. نفس الوقت ما بيكون فيها دهن، فمثل ما شايفة هلأ هون الصدور نختار نوع يكون كويس، نقدر نخليهم عند اللحام يفرمها لحتى تصير مثل اللحم المفروم. طيب هلأ لو ما استخدمنا الدهون الكثيرة صدر الدجاج ما يصير ناس يعني بالزبط. هو أصلا هذا هو صح 100% هذا السؤال، انه لما احنا صدر الدجاج مشكلته بالحياه انه بيطلع ناشف. أيوة لما بتشويه، لما بدك تحطيه مع شيش طاووق او بدك تعمل له اي تتبيله، فلازم تستعملي التتبيله الصح حتى ما ينشف. فالتتبيله عاده مثلا مثل الكفته او الكباب نستعمل دهن او نستعمل لية بتطلع كثير طريه وطيبه، بس بدنا نحافظ عليها صحيه في عنا سرنين. لازم نزيد على الخلطه غير البهارات اللي هلا حشارككم فيها، لازم نزيد حبه من البيض، وانا بزيد عليهم توست. تقطعينا ولا تحمسينا؟ شو بنعمل اذا عنا نحن توست بايت مثلا؟ خلاص يعني بطل يزبط لساندويتش او ما نو كثير ملائم، مثل ما هي التوست حتى لو ما شلنا الحرف منها، بنقدر ناخذ التوست ونغمسه بالحليب او بالمي. حلو. فبصير عنا مثل كانه عجينه عم نحطها بقلب الدجاج. بتطريها بطريقه فظيعه، لما حتاكلوا البولز الكرات نفسها بعد ما تتحمص حتطلع كثير طريه وكثير بنفس الوقت فكرة. خفيفه، فما بنكون احنا زدنا شيء مكون مو طيب او طعمه مزنخ او دهن او غيره. صحيح. فهون انا حاخذ الخبز مثل ما هي، وحده حبه خبز ونقطع. عندي اليوم انا هون تقريبا نص كيلو من الدجاج حطيتها بالحليب، اللي ما بده يحط حليب او بحس مي. غريب بنقدر نستعمله بالمي، فبحطها بالحليب وبعدين بعصرها من الزايد، حزيدها على الخلطه اللي هون نفس الشيء. هذا النص الثاني اهم شيء تتشرب الحليب، بس ما يكون يعني ما يكون عندنا كميه حليب بقلب الخلطه نفسها. اوكي هلا هون حشيل الحليب الزايد، ما نخلي يعني كثير حليب ينزل مع لا ما نخلي معها حليب، يعني بس نعصرها بشكل كامل. وهلا حزيد عليها كمان حبه بيض. شوفوا حورجيكم كل المكونات قبل ما نبلش نخلطهم. بعد ما زدت الخبز والبيض حناخذ هلا البهارات، فممكن احنا نستعمل بهارات، ما ححدد كثير شو الطعمات اللي بتحبوها، بس اليوم وصفتنا شوي ايطاليه فحنعتمد على الاوريجانو على البيزل بالنكهات الفريش. وبنفس الوقت هون حنبدا نحط المكونات الجافه، فنستعمل شويه فلفل اسود، حنستعمل عليها شويه ملح، اكيد الملح اساسي لحتى تطلع طعمها طيب. ممكن نستعمل بابريكا او كيجن او خلطه بهارات مشكله. حاستعمل شويه جوز الطيب، يعني ربع معلقه تقريبا. اوكي هاي حسرد عليها شوي. الحراره. اوكي هلا حطيت انا هون فلفل اسود، ملح، بابريكا، شويه جوز الطيب، بعدين حنزيد عليهم شويه مسترد او اللي هو الخردل. كمان بيعطي طعم حلو بالخلطه. وحنزيد كمان، ونقدر نستغني عن بعض من هذه البهارات، يعني نحط على كيفنا. بتعرفي خلينا نقول اذا انتم ما بدكم كثير تعقدوا الموضوع، استعملوا الدجاج نفسه مع ملح وفلفل اسود، حطوا عليه حبه من البيض، فكره الخبز، وما حتحتاجوا بهارات اكثر. فجوزة الطيب وكل هاي كلها اختياريه، وشويه زيت زيتون لحتى يعطي الطعم. حلو. اوكي هلا عندنا هاي الخلطه، اكيد طبعا احنا بدنا نرجع نتاكد انه حركناها بشكل كامل لحتى الخبز يدوب بقلب الخليط كله، يعني ما يطلع لنا مثلا قطعه خبز كامله كبيره. فانا دائما بنصح انه حتى نستعمل ايدنا لحتى تنخلط بشكل كامل، لانه بدنا نفتفت الخبز بقلبه. حلو. اوكي هلا بهذا الوقت اللي عم بحضر الكرات نفسها، صار عندي الخبز اللي اعطاها الطراوه. احنا حنعمل اليوم شغله كامله، حندخلها على الفرن مع صلصه البندوره، وحنزيد مجموعه اجبان. هلا لما بنحكي عن الاجبان الايطاليه يعني ما بنخلص صراحه، في اجبان طعمها شوي قوي او بيكون معتق اكثر، مثل الاجبان اللي بنستعمل فيها كمان حليب الماعز، في عندنا البارميزان يمكن من الاجبان الايطاليه اللي كثير مشهوره. بس احنا اليوم بوصفتنا حنستعمل الموتزاريلا، والموتزاريلا عاده هي بنستعملها للبيتزا، ممكن نعملها شردد مثل ما هون موجوده عندنا مبروشه برش، او ممكن تكون شرايح مثل ما هلا كمان هون موجوده. الشرايح حتعطي طعم هيك وتكستشر اكثر. وش الباقي لها اجبان بعدها لغيرها؟ انا اليوم لهالوصفه هي حاستعمل، لانه حنعمل صلصه الطماطم، حنعملها بالبصل والريحان والزعتر. فهون اول شيء لنحضر الصلصه، وهلا بورجيكم سر ثاني لتحضير الميت بوز بدون ما توسخوا ايديكم. حاستعمل كميه زيت زيتون،
هاي عم بنحضر احنا الصلصة على جنب، اوكي؟ حاستعمل فيها بصل. اوكي، ما بنحتاج نسوي يعني نسوي الصلصة كثير، بس مجرد انه نحمر شوي البصل مع صلصة الطماطم. فيكم اسهل طريقة انكم تستعملوا تحطوا ثلاث حبات وتقشروهم وتطحنوهم على طول، بيطلع معنا يعني صلصة كثير طيبة، اهم شيء يكون لونها هيك احمر وفريش. اوكي، هلا للصلصة حاستعمل بس رشة ملح وفلفل اسود. هاي الملح وفلفل اسود، وحزيد عليهم شوي من الاوريجانو او الزعتر الاخضر، وهذا الطعم هو اللي يغير كثير لذيذ، خاصة مع الدجاج اللي عم نعمله اليوم مع صلصة البندورة، كثير طعمه طيب، حتى لو يعني لما كل ما تركناها بقلب الصلصة كل ما عطت نكهة اقوى. وانا هون حتى بس هيك عم حطهم بشكل عشوائي، يعني مو ضروري نفرمهم. اوكي، حاترك هلا الصلصة شوي تتسبك، يعني تقريبا خمس دقائق. وهون بالطنجرة اللي نفسها حادخلها على الفرن، يعني عادة فينا نستعمل فينا نعمل مقلاية ونرجع ناخذ الكرات ونحطهم بالفرن سنية. أو إذا عنا مثل هي المقلاية الحديد اللي عنا، أنا هي دائما بستعملها بدخلها على الفرن بعد ما أطبخ. حنرفع حرارتها وحاستعمل كمية من الزيت حتى ما يلزق معانا الدجاج بعد ما نقليه. بعدين نفس السكوب اللي بنستعمله للايس كريم كثير مناسب نستعمله للدجاج اللي عمل كرات، وبدل ما نقعد، خاصه لانه الدجاج طري مو مثل اللحم بيمسك معنا أكثر. فيه هيك سوائل اكثر، فاحنا بناخذ من الدجاج نفسه سكوب وبنحطها حلوه بهالشكل على طول بقلب المقلايه، فاولا بتستوي معنا بيطلع كلهم نفس الحجم، بنوزع الكميه هيك نرجع اسهل، ما بتحتاج انه كثير نستعمل ايدنا، وبنفس الوقت بتحافظ على شكلها وبتمسك معنا. اوكي، انا هلا حوزع كل الكرات الموجوده هون عندنا كل الكميه حتى اتاكد انه عبيت المقلايه كلها بكرات الدجاج مع هالنكهات اللي موجوده ومع الصلصه اللي هلا عم تتسبك. حارجع بعد شوي ورجيكم كيف بعد ما نحمرهم من كل الجهات، يعني انا هلا ضروري كثير اني امسك هون الدجاج هيك اتاكد انه ملمومه على بعضها، انه ما تكون ما تفرط معنا بعدين. حلو، بس هيك برتبها يعني. اوكي، برجع بس يصير من الجهه اللي تحت هيك محمر اكثر بقلب قطع الدجاج. حنرجع بعد شوي نزيد عليهم الصلصه وحورجيكم كيف حنحط الاجبان، ففي عندنا الموتزاريلا البارميزان وشرايح الموتزاريلا والريحان، حنحطهم على الوجه ونرجع ندخلها على الفرن، فبترجع بتتسبك اكثر، بيستوي الدجاج اذا ما كان مستوي من جوا. كل هاي الطعمات مع بعضها انت متخيله قد ايه مره حلو. انا صراحه احب الصلصه مع الجبن يعني كثير، والدجاج طبعا مع بدايه الاسبوع عقب الويكند والاكل الكثير اللي اكلناه، حلوه مره الوصفه صراحه عجبتني. فانتم مشاهدينا كمان اذا ودكم تسوون وصفتنا يلا استعدوا جيبوا الدجاج وحضروها.